استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك. تروحي تجيبي حاجتك وترجعي. انا رايحه الغينو. خليها هي اللي تجيلك. جرى ايه يا راجل انت؟ هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ الله في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش. يا سلام يا اخويا، وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك. ده ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون، خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا وهو راشد نازل، يعني هتاخدوا راحتكوا على الاخر. لا انا هنزل بقى. وبعدين احنا بنروح فين؟ ده احنا بنروح كافي في الشارع، يعني الناس شايفانا. الله، انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايح الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. بس عد ابو فتون على غنوة على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد، ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسك بقى ايه برضو، مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس على نفسها شويه مع غنوة، يقعدوا في كوفي يرخوا مش اكتر. انت بتضحكي على نفسك ولا على ايه؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوه دي تشبه الشارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا، وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجات دي برضه. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر، انا هقول لها. انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك ايه يا راشد؟ انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجة؟ حاجة واحدة بس؟ براحت راحت راحت راحتك يا باشا. طب عينيا، يا سلام. لا كفاية كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. ايه يا ابني ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثة والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعة مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعدة لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمهم. كوكو، هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا، عشان كده جبت لكم الازازه الغاليه اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد؟ المستورده يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى؟ هو ايه ده اللي فين؟ ما الويسكي اهو والسجاير والمزه، عايزين ايه تاني؟ حبيبي ما يقصدش المزه، الراجل بيقول المزه. الحته اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي ماشي يا بنت اللذينة. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احمد.
وانا عايزه السيجاره دي يا اخويا. يا قلبي مبسوطه في جوازك يا عسليه؟ الحمد لله يا بابا مبسوطه. انا كنت داخله على الجوازه دي مرعوبه. اصل جوزي ده كان شقي، بس الحمد لله هو نازل بكره شغلانه جديده وبالحلال. الحمد لله. طيب انا كنت عاوز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحه يا بنتي. هو جوزك يعرف انك بتيجي تزوريني هنا؟ بصراحه يابا لا، اصل ممكن يزعل. طب يا بنتي ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في التليفون. محدش يابا يقدر يمنعني عنك. تعرف يا ابو الحسن انا بحس ان انت اقرب واحد ليا في الدنيا، وعمري ما كنت اتمنى اب احسن منك. طب لو قلتلك يا بنتي ان اللي بيني وبينك خلاص ما بقالوش وجود، ربنا افتكره، تزعلي مني؟ صحيح يا ابو الحسن مات، بس انا لسه بحبه. انا عارفه اللي انا بقوله ده ممكن يكون غلط وما يصحش عشان انا اتجوزت، بس هي دي الحقيقه، ومهما العمر طال بيا مش هنساه. والنبي يابا ما تحرمني اجي اشم ريحته عندك عشان خاطري. بره زلطه وخلي عينك مفتحه. الفنجيلة يا معلم. الكلام اللي انت قلته لي ده يا راشد اشتغاله، وصاحبك ده بس كان عايز يتظبط، علشان ده لو حصل كنت انا اول واحد عرفت. انا ليا هناك رجاله يا راشد. لا يا عمنا، الراجل ده انا اعرفه كويس، مش هيشتغلني يعني. بص يا راشد، حكومه عارفه كل حاجه عن كل الناس، امال اللعبه فين بقى؟ فين؟ في اللي شغل دماغه ويراعي اللي حواليه، كله بتمن. ايوه تصدق صح. طب خد يا معلم دول 15,000 كده، انا لا ليا ولا عليا، جاي ابيض. وانا بقى كنت مستني لما انت تخلص الدين اللي عليك. اشمعنى؟ عشان تبقى فايق ومرتاح والمكسب كله يبقى خلصان ليك. تشرب شاي؟ لا والله يا عم انا عندي 100 مشوار. طب خلي بالك من نفسك يا راجل. ربك بيسلم. وانا بسلم. جلا جلا حلوة دي يا بوش يا عسل يا عم يا عم. طب اي حاجه جدا كوكو كوكو سيد الناس كل عمنا في الفجر يا يلا بينا يلا بينا. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ اكتبوه اركبوا انتوا. يا باشا انا سليم معيش حاجه. انا مش حذرتك يا راشد، خلي الحلوه تنفعك. انت سلمت يا راشد. يا باشا انا معيش حاجه، انا سليم. اركب يا حيلتها.